السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مدور وين يوجه اتهامات للرئيس الفاف السابق السيد خير الدين زتشي، ونوجه المكلف بتسيير شؤون الرابطة الوطنية لكرة القدم مؤقتا عبد الكريم مدور أمسية يوم السبت اتهامات لرئيسين السابقين الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي وشرف الدين عمارة المستقيل مؤخرا. شرف الدين عمارة غي دخلته، خاطر شرف الدين عمارة جا سنة يعني مشى المشروع اللي خلاه بهلول وزتشي. شرف الدين عمارة مشيته برك انت. شاف دين عمارة غي دخلته في الحساب، قال بي تتلاقى مع زتشي يقول له بلي ما هدرتش عليك وحدك، راني جبت لك معاك راخر. لا شاف دين عمارة باينة، شاف دين عمارة مسكين تحسبوا له. شاف دين عمارة البيلون ما عندوش، البيلون ما عندوش، البيلون ما كاش. انتوما زتشي ضرب 3 سنين، مي قلنا لكم زتشي راه داير كوارث، قال لك لا ما تحسبولوش العهده تاعو الاولى، خاطر على العهده تاعو الاولى الاعضاء اللي معاه ما كان والو، والاعضاء شناهم؟ انا شفت زتشي وخر الاعضاء قعدوا مع شرف الدين عماره. شرف الدين عماره قال لك فاشل وخروه، تما ردوا الاعضاء مليح ورئيس اتحاديه مشي مليح. الاولى زتشي كان يقول لك اعضاء زتشي مليح والاعضاء مشي مليح، ومن بعد الاعضاء هما قعدوا وخروا زتشي، خلاو الاعضاء من بعد، ولا يقول لك رئيس اتحاديه فاشل، خلاو الاعضاء وجابوا رئيس اتحاديه واحد اخر. شوف كيفاش كي يدوروا فيها، ومين يسيبوك فايق يروحوا يشكو بيك، يقول لك هذا راه فايق، هذا شكو به، هذا راه فايق شكو به، هذا مكان. وانتهى مع عبد الكريم مدور خير الدين زتشي الذي وقع له وثيقة تسييره لشؤون الرابطة الوطنية لكرة القدم مؤقتا، والشاب الدين عمارة وين بإخلاف كل وين بخلاف الكل واحد منهما لوعوده والتي قدمها لهيئة الكروية ذاتها، والتي ما زال يشرف على تسييرها للبرلمان السابق. وقال مدور في ندوة صحفية رد فيها على الأسئلة الصحفيين الذين حضروا لتغطية الأشغال الجمعية العامة العادية لهيئة الرابطة الوطنية لكرة القدم أن زتشي وعمارة لم يوفوا بوعودهما بشأن الديون العالقة على عاتق الرابطة. ماشي قضية، قضية كل السلطة صعب، كان لا زتشي لا والو، أنت أصلا على بالك، أنت نهار اللي داروك رئيس رابطة، أنا شتا قلت لك؟ قلتها لك نهار اللي داروك. شنو قلت لك؟ قلت لك يا سي مدور زتشي دارك قماركي، طاك كرسي طابلة ورقة وستيلو، قماركية دارك قماركي عنده، واللي تلم له الدران تعطيهم له، ولات وين كاينة مشكلة لابوبال دارك دار، ما نقولكش تا لابوبال بصح دار رابطة دارها بوبال تاع مشاكل. يعني هي نورمالمون رئيس النادي يوصل المشاكل تاعو للدائره، ومن الدائره للوالي، ومن الوالي يروح للوزير، الوزير يروح قلت لك الوزير يروح للرابطه، ومن الرابطه الملف تاع ذاك الرئيس يطلع للاتحاديه، ومن الاتحاديه يطلع للوزاره. لا احنا عندنا ولات بالمقلوب، زتشي يستدعي البريزيدون يعرف شتا عنده شتا ما عندوش، ديف 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 ديف، من بعد شتا يدير؟ يرسله لابوبال ديريكت، يرسله ديريكت عند مدور، ديف كلش يحصل في مدور. ومن بعد يقول لك راهم مدابزين زتشي، من بعد ينوضوا لنا واحد القصه، مدور مع بهلول الهول صاري، ولا مع عرناس هلاده الهول 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 الهول، يفوتوا لنا ذيك الشهر اجتماعات ومنا وجلسه ما جلسه جلسه ما جلسه، ومن بعد يوروهم يتعانقوا، ومن بعد يخرج هذاك يشكر بارادو، يزيد مدور يدلهم كيما هكا احسن نادي واحسن تكوين هو في بارادو، ايا صايك يفوتوا اللعب. وأضاف المتحدث أن الخلاف خلاف رئيسيين سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي وخليفته الشرف الدين عمارة
يعني وين خلفوا بوعودهما اخر قضاء الرابطه الوطنيه للعبه ذاتها على مشكل الديون الغارقه فيها. بصح انا نقول لك 48 مليار روح قرباج الله يشافيه، طلبوا له الشفاء ان شاء الله بربي، ربي يشافيه. قرباج علاه وخروه من الرابطه؟ علاه وخروه من الرابطه؟ قرباج شادر كذب الملف، اشكى بحداد بالاذاعه اللي كان كاذبها حداد، اشكى به حطها في المحكمه. مازال لليوم الدوسي تاعو تاع حداد متسوس 48 مليار، الرابطه تسالها للاذاعه اللي كان كاذبها حداد. انت مدور شعامل خطره نقولها لك، روح عند ذاك الملف انفض عليه الغبره، وشارع حداد يعني ولا دار السكنه تاع حداد ولا دبر راسه حداد 48 مليار تسالها له، روح خرجها ومشي روحك. هذه اللي نقولها لك. واكد عبد الكريم مدور خلال تصريحاته ان الشركه الوطنيه للمتعامل بالهاتف النقال موبيليس ستكون الراعي الرسمي للرابطه الوطنيه للعبه أكثر شعبية في العالم خلال موسم الكروي المقبل. وأضاف البرلماني السابق في سياق أنه تحدث مع الرئيس المدير العام للشركة المتعامل الهاتف النقال موبيليس، وطمأنه بشأن راعي شركته لهيئة التي يشرف عليها على التسيير عبد الكريم مدور مؤقتا. وأردف مدور أن الأموال الشركة الوطنية موبيليس وأموال المؤسسة التلفزيونية العمومية الجزائرية لنقل الحصري للمباريات الدور الجزائري لكرة القدم ستوجه أندية جزائرية فور تسليمها، ستوجه للأندية الجزائرية فور تسليمها. وجاءت تصريحات عبد الكريم مدور نهاية عقد أشغال الجمعية العامة العادية للرابطة الوطنية لكرة القدم والتي تم فيها التصويت بالإجماع على التقرير المالي والأدبي تمهيد لعقد أشغال جمعية عامة انتخابية في أقرب عاجل القريب العاجل. ومن بين أهم قرارات التي اتخذها في الأشغال الجمعية العامة يوم السبت هو موافقة الرابطة الوطنية للعبة نفسها على تأجيل انطلاق الدور الجزائري يوم بعشر أيام على أن تجري مباراة الجولة الأولى يوم 26 و 27 أوت المقبل. المهم هي تسقم ما تسقمش، قالوا لا تسقم ما غاديش تسقم شعبية جامي 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 جامي، ما نأمنش بلي هذه الحية غادي تسقم جامي. كاش من هذا المعانا نكذبوا على روحنا، كذبوش على روحنا. يا ودي شتا تاع عطال قائد، على بالي عطال قائد، بصح خسروا بثلاثة مع بنفيكا. عطال ما يقول لي قائد واك خرجوا كاع الكبار خرجوا، عطاوه هو كابيتان ديك بن الجوار عطاها له صحيح، دخل بها قائد فريق عطال كارو بلاصو، دخل دوزيام ميطو. مين تجي تقول لي عطال؟ حنا نهضروا على، انا راني نهضر على 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 مدور، وانت تجي تقول لي عطال دخل كابيتان ديكيب. انت عندك الزادقة تشوف فيه عطال؟ انت عندك الزادقة عطال؟ عطال شحال دخل؟ دخل في 60 دقيقة. هم مالك؟ الشيطان اصاحبي. اهدر شويه على سرار، يا ولي سرار انا شبي نهدر عليه؟ سرار الله غالب راه خويا خسر، راه كاظب بالنادي تاعو، يعني حتى يحافظ على النادي تاعو. صحيح سرار انا شنو غادي نقول لكم، الله يسهل عليه. يا ودي عليه، واه كاين سبعه على بالنا. عوار رايح الارسنال يا ودي، دروك نتكلموا على عوار. عوار غادي يروح صح، عوار يروح الارسنال. ايش بنقول لك، كلش يبقى عند اللعاب. دروك ما تجيبش تهضر خاطر عليه، كاين روما كاين اشبيليا كاين روما بيتيس وارسنال، ما تنجمش وين يروح. انا دوك نعطيك الرسمي نقول لك وين راه رايح، هما في العائله تاعهم ما على بالهمش بلي وين راه رايح، ماشي ما على بالهمش،
يعني البريزيدو اللاعب يعني شكارة دراهم بركة صاحبي دراهم دراهم هذه هي ماشي قضية هو وانا كو على بالي وين راه رايح نقول لك وين راه رايح نورمال هذه هي ماشي قضية رانا الناس يتساو لا ما هو ما على بالوش مازال ما بانتش